السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة وغنية ومنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد ترحيب. يا مرحبا بك يا أبو محسن. مشاهدين الكرام، أنتم أيضا حياكم الله في حلقة الليلة، نناقش مواضيع مهمة مع ضيوف مميزين في الاستديو، إلى جانب متابعة الأنشطة المواكبة لاحتفالات اليوم الوطني الكويتي والمشاركة القطرية فيها، هذا بالإضافة إلى التقارير اللي بإذن الله راح تنقل لكم أبرز الفعاليات اللي تشهدها الدولة وفي أبرز عناوين حلقة اليوم. مشاركة قطرية واسعة في الأنشطة المواكبة لاحتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة. منافسات قوية وتتويج للفائزين في سباق القدرة وقوة التحمل للخيل على سيف سمو أمير البلاد المفدى. إقبال كبير على سوق التمور الذي يستضيفه سوق واقف. البداية مشاهدينا الكرام رياضية، حيث انطلقت يوم السبت منافسات سباق قوة التحمل على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، التي أقيمت على مضمار القرية الماراثونية في سيلين، وقام سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بتتويج الفائزين في السباق. نتابع معكم هذا التقرير. وسط مشاركة قوية من الملاك والمرابط وبحضور أفضل الجياد، استضاف مضمار القرية الماراثونية في سيلين سباق قوة التحمل على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. وقد جرى السباق على 4 مراحل بمسافة إجمالية بلغت 130 كيلومتراً. اللي شفناه اليوم من الفرسان كان مبهر، شفنا أداء قوي في السباق، منافسة تكتيكية عالية جدا من جميع المدربين والفرسان. اليوم وصلنا إلى سرعة 25 كيلو في مسافة 130 كيلو، وسرعة طبعا هذا رقم جديد عندنا في دولة قطر، وهذا دليل على خطة صحة خطة اللجنة في تنظيم السباقات وما يشير إيجابي جدا. طبعا كان تعامل الفرسان جدا ممتاز مع جيادهم بتوزيع سرعتهم على المسافات، وصلنا لإنجاز ممتاز وخيل فعلا إن شاء الله راح تشرف للتمثيل الخارجي. وفي ختام السباق قام سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بتتويج الفائزين بحضور السيد حمد بن عبد الرحمن العطية رئيس الاتحاد القطري للفروسية، حيث شهدت منصة التتويج سيطرة واضحة لفريق الشقب الذي فاز بالمركزين الأول والثالث، فيما تمكن مربط الريم من انتزاع المركز الثاني في السباق. السباق كل يطمح فيه يفوز فيه، والسباق صار سريع والسباق قوي والجو حار، والحمد لله اني قدرت اني اسيطر على حصاني في جميع المراحل وصرت اني افرق المنافس، وحاولت اني اوصله لين خط الفينش انه يعدي الفحص الاخير من السباق، والحمد لله على التوفيق. السباق كان صعب، سباق الجو كان حار، سرعة عالية، صفوة الخيل مشاركة، والحمد لله رب العالمين حصلنا على المركز الثاني رغم يعني المنافسة القوية اللي حصلت. قدرنا نفوز بالسيف وجينا أول وثالث، وهذا اللهم لك الحمد كله تتويج جهودنا وجهود الطاقم كامل صراحة طول هالفترة كلها لإعدادها للسباق. وكانت القرية الماراثونية بسيلين قد شهدت توافد الجياد المشاركة قبل يوم من السباق، حيث تم إجراء الفحوص البيطرية من أجل التأكد من سلامة الخيل، كما شهد نفس اليوم إقامة سباق للفرسان الصغار لمسافة 20 كيلومتر. هدف من الفحص التأكد من سلامة الخيل، لأن اللي يهمنا في لجنة قوة تحمل ان تكون الخيل سليمه وجاهزه ومتاهله ومطعمه وتكون في اتم الاستعداد للسباق، لان السباق مهم. ويعتبر سباق سيف حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى لقوه التحمل اهم سباقات الموسم، وهدفا يسعى للمشاركه فيه كل الملاك والمدربين والفرسان.
سيف سمو الأمير لسباق القدرة والتحمل للخيل، رمز غالي جدا على كل هالقطر. مبارك لأخوي المدرب محمد بن طحوس نعيمي والخيال حسن بن طحوس نعيمي، مبارك لهم هذا الإنجاز. مشاهدينا الكرام، بالانتقال إلى دولة الكويت، حيث تم افتتاح جناح دولة قطر في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. نتعرف على المزيد في سياق هذا التقرير. أنا سعيد اليوم أن أشارك في افتتاح الجناح القطري، جناح أخواننا من قطر في دولة الكويت، في دولتهم، في بلدهم الثاني. هذا الجناح الذي يمثل تراثنا نحن وقطر، تراث مشترك يرتبط بعاداتنا وتقاليدنا ويربط فيما بين الشعبين الشقيقين. وسعيد كذلك أنه هذا الجناح يمثل التراث الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، تراث أهل الخليج براً وبحراً. سعدت كذلك بأنه مجموعة من القائمين في العمل في هذا الجناح هم من أبناء الكويت الذين تدربوا في مركز نوماس، هذا المركز الذي درب الناشئة على الفروسية وكذلك الرجولة والصيد وتحمل المشاق والصبر والعادات الكريمة والتقاليد الطيبة. هذا المركز الذي درب عدد كبير من أبناء الكويت وأوجد فيهم هذه الروح الوطنية والروح الرجولية، نسعد أن يشارك في كذلك جناح قطر. وإحنا طلبنا من الإخوان في قطر بارك الله فيهم أن يكون لهذا المركز فرع في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، حتى يكون مكمل لتدريب أبناء دول مجلس التعاون في هذه القرية على مكارم الأخلاق وعلى العادات الحميدة وعلى تراثنا وتقاليدنا الطيبة التي نفتخر ونعتز فيها، من فروسية ومن رماية ومن صيد ومن عمل القهوة ومن تحمل المشاق ومن أدب المجالس وكذلك من أدب الحديث. هذه الصفات الكريمة التي يعتز فيها كل مواطن خليجي. احنا جينا للمشاركة لأن احنا نحس ان احنا والكويت شعب واحد، وايضا فرحتهم فرحتنا، واحنا بنشاركهم فرحتهم في اليوم الوطني وايضا في عيد التحرير. عندنا مشاركتين، مشاركة في القرية الموروث الشعبي، وايضا عندنا مشاركة على الجهة الواجهة البحرية في المارينا. عشان الطلب اللي قاله سعادة المستشار ان في يعني حابين انهم نفتح فرع، هذا يشرفنا، وانا متاكد ان هذا هو ايضا رؤيه سعادة الوزير، وزير الثقافه والرياضه سعادة صلاح بن غانم العلي، ان يكون احنا لنا مشاركه كامله في الكويت. وقد يعني تناقشنا في هذا الامر من قبل، وهو اللي اقترح ان احنا نكون ايضا نكون متواجدين ومشاركين اخواننا في الكويت. فهذه ابرك الساعات يا سعاده المستشار، وهذا يشرفنا، واحنا كلنا يعني مصيرنا واحد ودربنا واحد وتراثنا واحد، ولا لنا غنى عنكم، واحنا اخوان وابرك الساعات، وحفظ الله الكويت اميرا وشعبا. واحنا والله سعدنا بحضورنا، احنا ما طبعا بين اخواننا وبين اهلنا، وهذا الوقت اللي احنا قضيناه يعني ما صار عندنا حتى فرصه ان احنا بس نشوف حتى اخواننا، لان احنا كلنا صايرين اي حد يدري ان احنا من قطر يسلم ويرحب ويعزم. فبيض الله وجيهكم، وشعب كريم ومعطاء، وهذه ابرك الساعات. وعن موضوع نوماس ابشر، وان شاء الله اعتبر الموضوع صار. أنا حياكم الله في بلدكم، يا مرحبا، وبين إخوانكم، أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا.
نبقى في دولة الكويت الشقيقة وضمن بطولة مهرجان الكويت الدولي مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2018 اختتمت مساء أمس بطولة كأس الأمم للخيل المصرية ببيت العرب وسط حضور قطري متمثل بمربط الشقب ومربط الريان إلى جانب مشاركة دولية واسعة. التفاصيل في هذا التقرير. تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وضمن مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2018 نظم بيت العرب بطولة كأس الأمم للخيل المصرية بالتعاون مع ليكاهو الهيئة الأوروبية لمنظمات الخيل العربية ولجنة كأس الأمم آخن. البطولة بالذات مهمة عندنا المنطقة هذه، ليش؟ البطولات هي يعني تعطي حق المربي يعني مؤشرات حق إنتاجه في البطولات، هو يعرف الحين إنتاجه وينه بالنسبة حق الخيل الثانية المنافسة، ليش؟ كل واحد في مربطة يشوف خيله زينة ما يشوف فيها يعني أي نقص ويشوفها أحسن خيل، لكن لما يتنافسون مع بطولات غيره تبين الفروقات في الكمال والجمال والعلامات، فهذه مفيدة عشان الواحد المربي يدرس سياسة توليده، هل هي زينة، هل هي مستمر على نفس المنهج، هل يغير أفحل، هل يغير أفراس، وهكذا. هاي مفيدة البطولات للتقييم بالذات. شهدت البطولة حضورا قطري متمثلا بمربط الشقب ومربط الريان وعدد من المرابط العربية والدولية. احنا حريصين على المشاركات الدولية، والمشاركة في دولة الكويت كانت تعتبر مشاركة مهمة، وهذه ثاني بطولة نشارك فيها في هذه السنة. قبل أسبوعين شاركنا في البطولة الدولية والحمد لله حققنا نتائج جيدة، تكللت باثنين ذهب واثنين سيلفر وواحد برونز، والمشاركة هذه بعد في هذه البطولة للخيل المصرية بعد أيضا مهمة، وإن شاء الله نتأمل نحقق فيها نتائج جيدة. تشرفنا في زيارة الكويت وتشرفنا في زيارة بيت العرب، وبيت العرب يعتبر من أهم المرابط في العالم العربي إن لم يكن في العالم، وجودة الخيول اللي فيه تعكس أهمية هذا المربط، والمشاركة القطرية الحمد لله جات بمشاركة قوية، وإن شاء الله تتفوق الخيل القطرية وتحرز مراكز متقدمة. تعد بطولة كأس الأمم للخيل المصرية المقامة في دولة الكويت من أقوى البطولات المقامة في المنطقة، وتحظى باهتمام كبير من قبل ملاك الخيل والمهتمين بالخيل العربي. المنافسة الحقيقة وايد عالية، لأن هذه البطولة عشان تشارك فيها يجب على الخيل المشاركة حصولها على تأهيل، والتأهيل مو مثل التأهيل الدولي الآخر للميكس اللي هو أول خمس مراكز. للبطولة هذه لازم أول ثلاث مراكز تحقيق نتائج عالية فيها، أعتقد راح يعكس تواجد بعض المرابط في أوروبا في الموسم الجاي أو بالصيف الجاي. حضر البطولة سعادة علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري ممثل لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وقام بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة. يقول الشاعر: وأعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعدها نكمل فقرات الترحيب، خلكم معنا. يا مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، والآن ننتقل إلى سوق واقف مع نديب قناة الريان سلطان النعيمي الذي ينقل أو راح ينقل لنا بإذن الله أجواء مهرجان التمور المستمر حتى منتصف الشهر المقبل. الكلمة عندك يا سلطان. يا هلا ومرحبا فيك أخوي محمد، مسي عليك وعلى زميلي خالد الكبيسي في الاستوديو وعلى مشاهدين ومستمعين قناة الريان. وسط إقبال كبير
في هذا المهرجان، مهرجان التمور، الكثير من التنظيم وأيضا الكثير من المحلات المشاركة، أكثر من 85 محل تقريبا. للحديث أكثر معنا أخونا عايض القحطاني مدير إدارة التراخيص والتسجيل التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة. يا هلا ومرحبا فيك. يا مرحبا أخوي سلطان، أرحب فيك وأرحب في المشاهدين الكرام. لو تقول لنا عن أهمية التمور والهدف من وراء تنظيم هذا المهرجان. طبعا قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأخوان سوق واقف بمهرجان التمور الموسمي الأول. الهدف الأساسي من هالمهرجان إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات المحلية بعرض منتجاتهم ولصناعاتهم المتنوعة. زين أخوي، تسعى الحين خلنا نقول وزارة الاقتصاد قد ما تقدر تحفز وتشوف عمل جبار منهم علشان تستقطب الكثير من الشركات. شلون الوزارة تواصلت أو حفزت هذه الشركات المحلية والخارجية لحضور هذا المهرجان؟ طبعاً ما بيخص تحفيز في السوق الموسمي، كان التسجيل مجاناً. طبعاً بالتعاون مع الأخوان سوق واقف المساحات والواجهات كانت مجانياً. للشركات الخارجية صار الاتفاق مع الخطوط الجوية القطرية وشركة الخليج المخازن لتوفير عروض للشحن مع توفير الفنادق وعروض للموزين والتوصيل. زين تقريبا كم دولة هي مشاركة أو في هذا المهرجان أو كم محل تقريبا من الدول الخارجية؟ طبعا المشاركين ما يقارب 85 محل تجاري من محلية وخارجية. طبعا من الدول الخارجية من أبرزها دولة الكويت وعمان والجزائر وتونس. زين افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة للمهرجان، هاي أي مدى يعني افتتاحه أي مدى يدعم هذا المهرجان ويساهم في إنجاح هذه الفعالية؟ طبعا أخوي سلطان، لعل افتتاح الوزير للسوق في إطار تنظيم واهتمام الوزارة واهتمام سعادة الوزير شخصيا بنجاح أي مبادرة وللدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بدعم المنتج المحلي وتوفير الاكتفاء الذاتي في الدولة. زين الحين احنا نشوف الكثير من المشاركات، هذه المشاركات انت في وجهة نظرك او لو تبينها بعد للمشاهدين الكرام ان ممكن يساهم في تعزيز القدرة التنافسية عندك هني في قطر وخلنا نقول في الخليج؟ طبعا الوزارة في المواد دعت الشركات الخارجية للتعرف على المنتجات المحلية والشركات المحلية، وبنفس الوقت الشركات الخارجية تعرض منتوجها، فهالإطار إتاحة الفرصة للتعاون للشركات الخارجية مع الشركات المحلية مما يساعد على تنوع السوق وتعزيز النمو التجاري. زين أنت تشوف أن الشركات القطرية في منهم اللي سوى صفقات من خلال هذا المهرجان؟ طبعا شوف في الأسواق المحلات التجارية لقينا التنوع المنتج عندهم، لقينا محلات تجارية مستوردة من الأردن، مستوردة من الجزائر، تنوع المنتجات. زين بالنسبة لك أنت تشوف أنت في شيء جديد إحنا نشوفه في هذا المهرجان، أقصد منتجات جديدة على السوق القطري؟ أنا عند المنتجات من فرضا المنتجات الجزائرية، منتجات من ليبيا، منتجات من فلسطين، يعني في المهرجان بدأت تنوع المنتجات من دول يعني ما كانوا نعرفها في قطر واجد. يعني هذه منتجات نقدر نقولها جديدة على السوق؟ تقريبا هذه المنتجات جديدة وتحت فرصة للكل يعرف هالمنتجات. انزين اخوي الحين احنا قلنا تقريبا كم 5 أو 6 دول؟ صحيح. كل شو الفرق بين المنتج او يعني المنتج، يعني خلينا نقول احنا نشوف هذا المهرجان مهرجان تمور، شو الفرق بين التمر الليبي او التمر ان هل كثير غير طعم؟ طبعا كل دولة يختلف انتاجها، في اختلاف في اللي بالسكر وفي اللي بيكون بالسكر بالخفيف، فكل دولة لها منتج خاص فيها. بس يا الله يعطيك الصحة والعافية. انزين الحين كلمة خير توجهها للجمهور ومشاهدينا على قناة الريان. طبعا نرحب الجمهور ادعوهم لحضور مهرجان سوق التمور اللي بيكون لين تاريخ 15 مارس 2018، وطبعا على فترتين، الفترة الصباحية بيكون من الساعة 8 للساعة 12 والفترة المسائية من الساعة 3 للساعة 10. الله يعطيك الصحة والعافية وما قصرت اخوي عايض. الله يعافيك وشكرا للاستضافة. العفو الله يسلمك. اخواني المشاهدين واعزائي، في نقدر نقول ان منتجات جديده، كثير من انواع التمور جديده في هذا السوق احنا شفناها. اتمنى او اقول للمشاهدين هم يجون وياخذون فكره اكثر عن هذا المهرجان.
هاي كل اللي عندي ونرجع لك للاستوديو. شكرا لك يا سلطان. ونضم صوتنا صوت سلطان، نقول زوروا هذا المهرجان او مهرجان التمر، مستمر لين كم؟ الى منتصف الشهر المقبل باذن الله. منتصف الشهر المقبل باذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها نتابع ما تبقى من فقرات التراحيب، خليكم معنا. مرحبا ومسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. من بعد هذا الفاصل، قد لا يستطيع البعض الفصل ما بين حياتهم العملية وحياتهم الخاصة، فتلاحقهم ضغوط العمل في داخل منازلهم، كما أن مشكلاتهم الأسرية قد تترك أثرها في إنتاجهم في أماكن العمل، فكيف يمكن الفصل بين الأمرين؟ سؤال مهم يا أبو محسن، وهذا اللي إن شاء الله راح نتعرف عليه من خلال ضيفنا أو عن طريق ضيفنا في الاستوديو، سيد ناصر الهاجري، استشاري أسري بمركز وفاق. يا مرحبا بك مسلي أبو ثامر. تبقى طال عمرك وشكرا لكم على هذه الاستضافة. يا مرحبا أبو ثامر. في البداية إيش أهمية، تعطينا فكرة بشكل عام إيش أهمية الفصل بين الحياة الأسرية وحياة الشغل أو عملي، إيش الفائدة؟ أول شيء لازم إحنا نعرف إيش هو التوازن. في لازم توازن، هو البالانس تقريبا. التوازن هو يعني رسم الحدود بين عمل وعمل، بين حياة وحياة. الحياة العملية لها موجباتها وواجباتها وحقوقها وكل شيء، وكذلك الأسرة فيها كذلك. إذا طغى هذا على هذا زين اختربت الدنيا كلها، ضاعت. مثل اللي يجيب لك طبخة ويزيد فيها الملح، مع أن الملح فيه مهم، فيه طب مهم جدا، وكذلك الماء مهم جدا، والبصل مهم، الرز كذلك، كل شيء، كل مكون في هذه الطبخة كذلك. الحياة الأسرية والعمل متوازنة، لازم يكون في توازن، تعرف كيف تفرق بين هذا وهذا وتفصل بينه. نعم. هذه أهميتها، يعني ما حد يقدر يعيش بدون عمل. صحيح. ولا حد يقدر يعيش بدون أسرة. صحيح. والله كلام أبو ثامر مهم جدا، خص به للي توغل ولا خلينا نقول طغت عليه الحياة العملية بطريقة أثرت. لكن حن خلنا نعرف مسألة التوازن، ننقلها إلى أرض الواقع ونعرف لو ترجمنا الكلام هذا مصطلح توازن. أوكي، نظريا أنا أقول لك وضعك تمام وأنا متوافق معك وعلى الورق وضعنا سليم، لكن إذا جينا لأرض الواقع الحدود هذه كيف ترسم؟ من يرسمها؟ كيف أعرف أن هذا لن يتداخل مع ذاك؟ بمعنى لنفترض جدلا أن أنا والله دوامي مساء، والمرأة لو كانت عندها دوام دوامها صباحا، ففي ذي الحالة بيكون من النادر أن الاثنين يجتمعون على خلينا نقول جلسة واحدة مع الأطفال، بيكون صعب جدا مثلا. فكيف الواحد يقدر يكون حريصا مثل هذه الأمور ما تحصل؟ هل مثلا ممكن احنا نتناقش مع بعض ولا ايش الحلول برايك؟ الزوجين شركاء صح؟ وليس واحد منهم اعلى من الثاني. صحيح. شركاء كلهم راسهم براس بعض. لابد ان يجلسون مع بعضهم ويشوفون هل الحياه تستمر بالطريقه هذه او ما تستمر. صحيح؟ صحيح. الحياه هي الاسريه والعمليه، لابد انك تعمل لك جدول بينك وبين زوجتك. تعرف متى تكون أنت في البيت، متى تكون في البيت، من اللي يقوم بأمور الأولاد، من يقوم بأمور المعيشة، الأمور مثل هذه، هذه أمور بسيطة. أما بالنسبة للمخالطة والمعايشة، مستحيل أن الواحد يكون دوامه على طول عصر وهذا على طول صباح، مستحيل، وهذا واقع. إحنا كلنا اشتغلنا في الحكومة واشتغلنا في المؤسسات واشتغلنا في عدة أماكن، يعني أنا أقدر أجد البديل إذا شفته بيأثر في حياتي الأسرية. يعني أنا عندي الأسرة أهم من العمل نفسه. المسألة نقطة مهمة أبو بثامر. نعم، بنتطرق لها بعد شوي. إن أنا إذا جيت العملي وعطيتك كل جل همي، كل ما أتيت من الطاقة وطاقة على أسرتي، ضاعت أسرتي اللي هي أساس المجتمع، أساسي أنا. أما أني أنا أترك العمل يأخذ وقتي وأنسى بيتي مرة واحدة، هذا غير مقبول.
ولها بعذر. ابو ثامر، في البعض يعني نقول احنا البعض وليس الكل من ينقل ضغوط العمل الى المنزل، يعني انا طلعت من العمل ولكن في البيت انا قاعد اخلص امور العمل ايضا بالتليفون بالايميل بالكلام، ضغوط العمل انقلها الى 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 البيت. فهذا الشخص او هذه الشخصيه شلون انا اقدر افصل بيتي عن عملي، خاصه اذا كان عملي مهم جدا ممكن انه يستدعي ان انا اخلص بعض الامور داخل البيت. الاهميه تختلف بمكان، يعني مثلا الان الله يعطيهم الصحه والعافيه السياسيين الان دبلوماسيين، هذا يعني من الخطا ان المراه تقول له وقف، انه مستقبل بلد صحيح، لكن يجيني واحد يعني عمله بسيط جدا او مش ذيك الاهميه، يعني فيه البديل والبديل والبديل، هو ياخذ على عمره وعاتقه انه هو الرقم واحد في العمل ويتحمل اعباء الناس الثانيين، ياخذ اشغالهم كلها على حساب اسرته. هنا بيكون في طغيان على العمل على الاسره، في يفقد التوازن، يعني بتصبر عليك المرأة شهر سنة سنتين لمتة. بس انت ليش بتامر تقول المرأة بتصبر عليك؟ يمكن المرأة هي اللي تنقل شغلها انا نصير الرجل، يمكن المرأة هي اللي تنقل، لازم نعمل التوازن اللي اتفقنا عليه من البداية. يمكن الزوجة هي اللي تنقل عملها للبيت، يعني انا برد عليك هذه النقطة. شوف اخوي، بعض الان المدارس المستقلة اللي راحت كان يجبرون بعض النساء، كانوا يشتكون لان بعض النساء الرجال يقول المرأة كلها في العمل، في يعني ممكن تجلس في المدرسة لين المغرب لين في الليل، وتدمر منها الرجال والعيال تدمرون من المسألة هذه. كذلك يعني تقول لك بعض النساء يعذرون النساء، الحين ما دامك فتحت الموضوع قطالة يا بثامر، بعض النساء تقول لك أهم شيء عندي عملي. نعم، لا، أهم شيء أسرتك، وأنت يا رجل كذلك أهم شيء أسرتك. لا تقول لي عملي، بتوفر لهم لقمة، بتوفر لهم هذا الرزاق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أوجد لك البديل. مش معناه أنك تستقيل وكذا، لا، ممكن أنت تطرح رأيك على مسؤولك، والمفترض أن المسؤولين تتفهمون بعض الأمور هذه على أساس أنه إذا ارتاح الموظف عندي من باب أولى أنه ينجز، لكن إذا كان متوتر حتى لو كان أفضل واحد تلقاه ينزل في المستوى الوظيفي. هي انت عطت فكره عامه ابو ثامر، ان لو افاضل بين الاسره والعمل فالاسره كفت. نعم، الاسره هي اللي ترجع، كفت الاسره، وابحث عن بديل على طول، ما يبي له كلام. العمل ببدله لكن اسرتي ببدلها؟ نعم صحيح، صعب. الزوجه واحده والعيال والزوج كلهم في خانه واحده، ما فيه خانه واحده، هم الصفر على اليمين وليس على الشمال. كلام جدا مهم يا ابو ثامر، وانا استذكرت من او خلنا من كلامك جاتني بنت فكره، خلنا نسميها. دائما كنا نتكلم عن حضارات تنشا من افراد، الافراد هذول يكونون اسره، الاسره تكون مجتمع، وهكذا. الاسره دورها في هذه الحضاره في اي مكان في العالم جدا مهم. ونلاحظ انه في السياسه السكانيه الاخيره اللي طلعتها اللجنه السكانيه الدائمه في قطر، كان في حرص شديد على ذكر اهميه الاسره في حل كثير من المشاكل السكانيه في قطر وفي أي دولة في العالم، وهذا شيء طبيعي. لكن في نقطة تطرقت لها أنت تتعلق بمسألة الأولويات، وإذا كان مثلاً دبلوماسية أو أي عمل ثاني، هل يمكن في موضوع مثل هذا أنه يكون، يعني هل أفهم منك أنه يكون فيه أحياناً استثناء، مثلاً في ظروف عملية معينة تخلي الواحد ممكن في لحظات معينة يبدي أشياء على أسرته، ولا الأمر مثل ما أنا أميل أكثر مطلق لأن الأسرة تبدى على كل شيء، لأن المسألة توافقية يفترض سابقا بين الشريكين في هذه الأسرة الزوج والزوجة؟ ايش رايك؟ شوف يا طويل العمر، لكل قاعدة استثناء، صحيح، ما دام فيه استثناء فاحنا في الوقت الراهن فيه استثناء. ان لو ان مثلا الدبلوماسيين او العسكريين ما اخذوا اماكنهم كم ممكن تصير كوارث، صحيح، فهم على ثغر، ها والله يعطيهم الصحة والعافية ونشد على يديهم، عشان كذا احنا ما نقدر نبخسهم حقهم، يعني هم ودهم يجلسوا مع اهاليهم، ودهم يشوفون عيالهم، ودهم يعملون، ودهم يفعلون، لكن احنا ما نتكلم عن الاستثناءات، دائما نتكلم عن القاعده الاساسيه هم عامه الناس. نعم، الاولويه للاسره دائما ابو طبعا طبعا الاولويه دائما للاسره الا في حالات استثنائيه،
الان انت مثلا شو اسمه في حرب لا قدر الله، يعني انت مطلوب منك ان تنخرط في الجيش، تقول لا اسرتي؟ طبعا مستحيل. الامه تقدم هنا. طبعا انت تتكلم عن دوله كامله، امه مثل ما قلت هي المقدمه على الاسره نفسها. نعم. لان الاسره جزء مثل يعني طابوقه في بيت ما تقدر تشيلها بسهوله. لكن احنا مكون كامل. نعم. بثامر، لو نتكلم عن اهميه نشر الحوار بين افراد الاسره، مش بس بيني وبين زوجتي او بين الزوجه والرجل، حتى بين الرجل وابنائه وزوجته والزوجه والابناء مع بعض، نشر هذه الثقافه شلون تخفف من امتصاص نقدر نقول ضغوط الحياه اكثر؟ هذا طال عمرك كثير من الناس مع الاسف يفقدون المساله هذه لنقص في الثقافه الاسريه نفسها. المركز جزاهم الله خير قايمين دور كبير، مركز وفاق، دورات المقبلين على الزواج، الورش والمحاضرات التوعوية، وكذلك اللقاءات التلفزيونية والإذاعية والجرائد، ما خلوا شيء إلا وسووا. يقولون لهم تعالوا نجلس معاكم نعطيكم مبادئ الحوار. الآن الشباب المشكلة أنهم يجلسون مع بعض بدال ما يعرف الشخص الطرف الآخر إيش مشكلته وذاك يتقبلها بصدر رحب، هذاك يعتبرها أنك اتهام. يعني مثلا أنا أقولك أنتم مشكلتكم من الوقت عندكم ضيق، تقول أنت ليش أنت متهمني؟ أخي خلاص الوقت ضيق، طالع البديل، طالع الوقت الثاني، أخر. أو هذه وجهة نظري يعني. نعم نعم، هذه وجهة نظري اللي أنا أشوفها فيك. يعني مثل المراية الآن، أنا أنت عكس تصرفاتي وأنا عكس تصرفاتك. ما دام أنا شيء أنا أشوفه فيك، مثلا القلم مش مضبوط مش محطوط عدل، أقولك عدله عدله يا خالد، تقول لي لا أنت مش عرفك في الكشف خالد، وهو أنت تدري إنه غلط. إذا الشركاء في مرحلة معينة أبو ثامر لابد أن يعرفون معنى الحوار. جميل. ها، وليس الاتهام. ينتقلون من قضية خلينا نقول انتقال من الحوار إلى حوار موضوعي، من حوار موضوعي إلى موضوع شخصي. صحيح. خلهم يتجاوزون هذه المرحلة ويرجعوا للموضوع. موضوعنا اللي نبغى نرجع له اليوم ومهم جدا، يتعلق ب خلينا نقول الشراكه هذه اللي بين اثنين، كيف العمل ما ياثر فيها. لذلك فلنفترض جدلا ان في اثنين قدر الله وشاء ان يصير العمل له علاقه بانهم يختلفون في شيء نقطه معينه. هذا الاختلاف اول ما ينشا ايش تتوقع على الاثنين هم يسوونه في بدايه الامر؟ وهذا طبيعي الحين في وقت الحين، فعلا العمل صار طبيعي انه يضغط على كل فرد في هذه الدوله، والفرد المنتج بيكون مهتم بعمله بصوره كبيره. لكن في حال لا قدر الله نشا هذا خلينا نقول سوء الفهم او بذره سوء فهم، ايش اول شيء لازم يسوونه الاثنين؟ لازم يتحاورون، ولازم يحطون الاولويات، وهي اولوياتهم لازم تكون الاسره رقم واحد. بعد ما يحط هذه الاولويات يحط له جدول هو وزوجته وعياله يشاركهم فيه، وش تبون نسوي، ايش تعمل انت، ايش مهماتك وانت، ايش مهماتك وانت، ايش مهماتك. لازم كل واحد منهم يعرف نطاقه شنو اللي ينطلق من عنده وين حدوده اللي يوقف عندها. مش معناها ان انا مثلا يوم المرة تعبانه انا قبت عنها بعمل معين، تمام، رحت قضيت الاغراض من السوق من الجمعيه او شيء، او ان شو اسمه خليت العيال وديتهم الجمعيه وانا مضغوط من العمل، اقدر اطلع من عملي واروح اخلص شغلي اتابع. لكن ان احذف العمل كله على ظهر المرأة ولا على ظهر الرجل وكل واحد منهم يتهم الثاني، هذا غير مقبول. نعم، انت تكلمت يمكن عن جدول او عن تفاهم للاولويات وغيرها، لكن لو نتكلم بثامر عن الاجازه الاسبوعيه، مهما كان في ضغط عمل لكن في اجازه اسبوعيه في النهايه، شلون ممكن نستغل هذه الاجازه الاسبوعيه؟ في بعض الاسر تحدد يوم للاسره، يعني هذا يوم خلاص، هذا اليوم الجمعه او السبت هذا يوم للاسره، هل انت تأيد هذا الشيء؟ والله أنا أيده بقوة، خصوصا وقت ضغط العمل. يعني مثل ضغط علي أنا كذلك في شغلي، يعني أتمنى أن يكون عندي يوم محدد للعيال. يعني بعض الأوقات أكسر الروتين هذا، ما أقدر أخلي اليوم هذا لعيالي. يعني أذكر من أسبوع أو أقل من أسبوع متصلين فينا عندكم القناة، وكان يصادف ان عندي اطلع مع عيالي او شيء من قبيل،
اعتذرت من المعهد قلت له انا اسف ما اقدر عندي ظرف طارئ ما اقدر هذا ظرف الطارئ بالنسبه لي هو عيالي الأسرة. اهم شيء نعم مقدمه على اي مقابله مقدمه على اي شيء يعني في اذا ما كانت طارئه اذا ما كانت طارئه لكن الحالات الطارئه هذه مستثنى يعني نحاول قدر الامكان ان احنا نكون منصفين مع انفسنا قبل ما نكون منصفين مع اهلنا ليش لاني انا اذا اعطيت الحقوق كامله زين واجباتي حطيتها كامل هنا اخذ حقوقي كامله وفوقها باسبت زياده هذا نعم لكن ان انت تقصر في الواجبات اللي عليك وتجي تقول انا ابي حقوقي لازم يكون في توازن في فصل بين العمل وبين الاسره لا تقول ان انا والله مضغوط 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 لمتى يعني يجيك واحد عنده وظيفه الصباح وعنده تجارة شركة أو شغل العصر تجارة العصر وعنده رياضة المغرب وعنده المجلس في الليل إنسان والأسرة وين في الآخر مش معقولة يقولك يعني ما أنت تاجر لا تاجر ما نعمل أعمل ما نجلس مع الناس اجلس مع الناس وازن بس بثامر هذه يمكن أتوقعها شوي يعني موازنة فيها يمكن تكون متعبة وصعبة شوي لكن احنا نتكلم عن يوم محدد في الأسبوع للأسرة يمكن هل هذا يكفي؟ يعني مش أنا مثلاً الأسرة الصغيرة نتكلم الأسرة الكبيرة العائلة كاملة نعم العائلة كاملة يعني لو مثلا قلنا لو أنا مشغول كل أيام الأسبوع وأوقات تضطر أنك تكون مشغول ويمكن في ناس منا يطلع من البيت عياله في المدرسة يعود البيت عياله رقود ما يشوفهم ويجي يوم ثاني نفس الكلام يوم صحيح. ثالث وهو معاهم في البيت لكن يمر عليه ثلاث أيام أربع أيام ما يشوفهم. إنزين. وهم معاه. ما يقدر يطلع من شو اسمه الدوام يأخذ. لنفرض أبو ثامر لنفرض إحنا خلنا نحط أسوأ احتمال أو أصعب ظرف ما يقدر تحديد يوم في الأسبوع ما يكفي أنت تشوف أن هذا يكفي. تحديد يوم في الأسبوع أن أنا أكون مع أسرتي في هذا اليوم خلاص هذا اليوم مقدس هذا اليوم تحت أي ظرف أنا راح أكون مع أسرتي في هذا اليوم طول اليوم هذا من الصباح مثلاً خلينا نقول يوم السبت مثلاً أو يوم الجمعة من الصباح إلى المساء لين ينامون العيال أنا معهم. هل هذا مثلاً تقدر تشرب ماء مرة واحدة في الأسبوع؟ أكيد لا. طبعاً كذلك الأسرة أقل تقدير أن أنت تطلع مع عيالك من المدرسة توديهم سوبر ماركت تبي تأخذ لفة وياهم في رياضة قدام البيت ولا في مكان ولا في حديقة ولا في أي مكان بتروح تتنقل معاهم مع زوجتك زين يدك بيد زوجتك تمشى وكذا لكن معطيهم ليوم واحد في الأسبوع يا رب بعد أتحدى إذا كان يوم كامل بينام وبيقوم من النوم يبي شو اسمه يجلس يرتاح له شوي يبي يأخذ الجوال يبي يعمل وفي آخرها ساعة ولا ساعتين قال لك يوم كامل حق الأيام في النهاية أبو ثامر هذه العلاقة ما يجب أنها تبنى على أنها علاقة ظرفية ولا مرحلية ولا يجب أنها تبنى على أنها علاقة تشيكليست ولا لائحة مهام أنت عندك مهمة أنك تقعد معهم ثلاث ساعات تقعد معهم ثلاث ساعات وافتكينا من ثلاث ساعات هي علاقة أعتقد أنها يجب أن تدوم لذلك أنت اضطريت للعيال يمكن ثلاثة وأربع مرات في إجابتك على سؤالين صحيح وهذا يدل أن العيال في علاقة هذول الشريكين مهمة جدا نعم إلى أي مدى هو حلقة وصل جميل ممكنهم يلعبون هذا الدور أيضا نعم. إلى أي مدى هذول العيال ممكن بنظرتهم لهذه العلاقة اللي تربط زوج بزوجته يتأثرون في نظرتهم للزواج نفسه بل هو على حلقة وصل وليس ممكن بل هو وأكد عليه هم العيال حلقة وصل خوي إذا أنت متنافر بينك وبين زوجتك زين تدعي أن العمل هو السبب زين لازم يكون فيه جاذب للرجل أو جاذب للمرأة مرة ثانية للبيت لازم نبحث عن النقطة هذه قد يكون المشاكل الأسرية طريقة الحوار الخاطئة طريقة الاتهامات عدم الاهتمام أمور كثيرة هذه تكون طاردة ويكون العذر العمل صح ولا لا نعم. هذه نقطة مهمة جدا نقطة مفصلية في المسألة العيال ممكن يتأثرون يقول لك لا والله أنا ما بتزوج يوم من الأيام كان عندي خدمة في الخدمة الوطنية كان عندي محاضرة وكانت عن الأسرة ما شاء الله قدامي حوالي 900 شخص عدد مهول يعني وكنا نتكلم عن الحوار وعن الزواج وعن الأمور هذه كلها واحد مسكن على جنب قال أنا ما أبي أتزوج قال ليش؟ قال أبوي وأمي يكرهوني بشيء اسمه زواج قال أبوي كله برا وأمي تشتكي سألته
بينهم خلافات، قال 24 ساعه من تقابلون خلافات، ما في شيء يجذبهم في البيت. اكان هو السبب في التقائهم؟ لا ها، ان شاء الله انه بيكون سبب. ها لا اقول ان شاء الله يكون سبب لا في ما كان يعني. ما كان سبب في التقائهم مع الاسف، ها انفصلوا. لكن انا سالته سؤال واضطر انه يجاوبني، قلت له هل بصمه الاصبع هذا نفس الاصبع هذا؟ قال لي لا. قلت له يوم من هذا يعني تحرم نفسك من الزواج علشان ابوك وامك ما كانوا متوافقين في الزواج، هم عندهم جهل، لكن انت عارف الطريق الان انك تنطلق بثقافه. وهذه اصلا سنه الحياه، وجعلنا بين لكم موده ورحمه. الموده من الزوجه والرحمه من الرجل، هم يمكن اكثر مخلوقين مختلفين ولكن لازم يتوافقون في النهايه. احنا يعني وصلنا لنهايه اللقاء اخوي ناصر الهاجري، استشاري اسري بمركز وفاق. الله يجعل كل ما قلته ان شاء الله في ميزان حسناتك. احنا نقول للاسره ولكل افراد الاسره وسعوا بطانكم. صحيح. الحوار اهم شيء في بناء الاسره. صحيح. وكل شيء في النهايه له حل باذن الله. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. جزاك الله خير وجهكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نتابع بعد فقرات برنامجنا، خليكم معنا. مرحبا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد، والان نرجع مجددا الى سوق واقف ولكن من مركز الفنون في السوق مع نديب قناه الريان سلطان نعيمي. حياك الله يا سلطان والكلمه عندك. يا هلا ومرحبا فيك اخوي خالد، مسي عليك وعلى مشاهدين ومستمعين قناه الريان مره ثانيه. هذه المره احنا متواجدين معاهم في سوق واقف من مركز الفنون بسوق واقف، حيث انطلقت مجموعه من الورش الفنيه الجميله والتي تقام تحت عنوان الورش الفنيه واحد، وذلك في مجال الخط والخزف والنحت والرسم والمهارات اليدويه. للمزيد من هذه الورش الفنيه يسعدنا ان يكون معانا فيصل عبد الله نايم، مدير مركز سوق واقف للفنون. يا هلا ومرحبا فيك. مرحبا وسهلا اخوي. قل لنا اليوم تنطلق ورشه فنيه في مركز الفنون في سوق واقف، ايش طبيعه هذه الورشه وكم عدد الفنانين المشاركين فيها؟ طبعا هي الورشه التدريبيه رقم واحد لهذه السنه، احنا تقريبا صار لنا 3 سنوات نشتغل على الورش التدريبيه، كل سنه نبتدي من رقم واحد وننتهي برقم 4، يعني تقريبا 4 ورش احيانا 5 ورش في السنه. فهذه ورش تدريبية طبيعتها أنها تدرب الناس اللي عندهم هواية واللي حابين يكتسبون مهارات في أحد المجالات اللي ذكرتها بطريقة أكاديمية أو شبه أكاديمية. زين، ما قلت لنا كم عدد الفنانين أو المشاركين؟ حقيقة في هم تختلف، يعني المشاركين لأن هم متدربين، يعني ما وصلوا لحين مرحلة أنهم نقول عنهم فنانين، هم متدربين. ففي كل ورشة هالسنة يعني مع هذا التسجيل كان عدد كبير هالسنة. ففي ورشة الخط مثلا وصل عددهم إلى 30 شخص، في ورشة المهارات اليدوية عندنا 10 أشخاص، في الرسم عندنا أكثر من 40 شخص، يعني 20 20 مقسمين على مجموعات. ورشة الخزف فيها 10 متدربين، فورشة النحت أيضا فيها 18 شخص. ما شاء الله، فعدد كبير، وإحنا على حسب الكراسي اللي موجودة عندنا فنقبل يعني، وفي ناس ده نحن على الويتنج ليست، يعني بعد إذا في حد اعتذر في نأخذ ناس ثانيين مكان. يعني ما شاء الله إحنا نقدر نقول من الحسبة بسيطة يعني فوق 100 مشارك في هذه الورشة تقريبا. أنتوا تقريبا كم كرسي وفرتوا؟ أو تقريبا أنتوا حاطين في بالكم كم كرسي أنكم ممكن توفرون للمشاركين؟ والله شوف، هو على حسب حجم الورشة نفسها، يعني نعم. تختلف من ورشة لورشة. في ورشة تستحمل 15 شخص في الوقت واحد، يعني إحنا نقسم 30 شخص يعني 15 15 على فترتين. في ورشة مثلا ما تستحمل إلا 7 أشخاص، في ورشة تستحمل مثلا 20 شخص، فعلى حسب الورش يعني. زين، هذه الورشة تعرف المشاركين بفنون مختلفة،
كم يوم راح تستمر هذه الورشة؟ شهر، عادة الورش عندنا مدتها شهر، وفرق بين الورشة ورشة تقريبا 20 يوم. يعني تنتهي ورشة 20 يوم عقب تنتهي ورشة ثانية. فهذه الورشة بتكون مدتها شهر، تأخذون المتدرب من المرحلة البدايات إلى أن يخلصها، أنه يعني ماخذ كل الأساسيات في الورشة. أنزين، خلنا نقول هذه الدورة التدريبية اللي أنتم تقدمونها، اللي يطلع بعدها يكون يعني فاهم فيها، ولا هذا بس المرحلة الأولى من التدريب وفي مراحل أخرى؟ هو أهم شيء أنه يأخذ المبادئ. إحنا عندنا طبعا هذه الورشة لأنها رقم واحد فمبتدئين في الأغلب. نعم. يعني الرسم مبتدئين، وفيها متقدمين، الناس اللي مخلصين من السنة اللي طافت. نعم. بس هي الأساسية أنهم مبتدئين، في الخط مبتدئين، في النحت نفس الشيء، الخزف نفس الشيء. فأهم شيء يطلع من الورشة هذه يكون فاهم مبادئ الورشة اللي هو كان فيها، سواء كانت نحت أو رسم أو خزف. بعدها المرحلة المتوسطة يكون خلاص يبتدي يشتغل على مشاريع، يعني يبتدي يشتغل كشبه فنان، يعني عارف شغلات الأساسية، فاهم شو نشتغل عليه، إلى أن يصل متقدم. متقدم خلاص يعني يعتبر أنه هو اكتسب المهارة كاملة. انزين اخوي، هذه الورش الفنيه في مجالات الخط والخزف والنحت والرسم والمهارات اليدويه، يعني كثير من هذه، من يقدم هذه الدورات؟ يعني من المدربين الموجودين؟ شوف، احنا المدربين اللي عندنا مدربين يعني اكاديميين، يعني كلهم اوريدي خريجين اكاديميين، من الخزف او النحت او الرسم او الخط العربي. فعندنا موظف، يعني هم فنانين موظفين عندنا في المركز بشكل دائم يعطون هذه الورش. إلا ورشة المهارات اليدوية استعنا في أخت ليلى العاني. هذه الورشة يعني مغايرة عن كل الورش الثانية، إنها بس للنساء، لأنها مهارات يدوية وشغلات نسائية، فتقدمها فنانة عراقية. زين أخوي، الحين لو نقول عن أن هذه الورش تهدف إلى تنمية مهارات منتسبيها من خلال إبداعات متنوعة، المهارات الفنية التي يكتسبون المشاركون في هذه الورشة الفنية، لو تقول لنا عنها، يعني خلنا نقول إيش المهارات اللي ممكن يكتسبونها، وأنت تشوف هناك الكثير أنهم يطلعون من هذه الدورة بإبداعات. أي خلنا نقسمها أكثر، يعني لو تكلمنا عنها بتفاصيل، يعني مثلا ورشة الخط العربي. ورشة الخط العربي تفرق عن الرسم، أن الرسم الواحد لما يدخل مبادئ الرسم بيتعلم أساسيات الرسم والرصاص والفحم وغيرها، راح يرسم المكعب في البداية، راح يرسم يعني شغلات أبيض وأسود. أما في الخط العربي راح يبتدي يرسم الحروف خط خط، يعني حرف حرف راح يبتدي فيها. فإحنا مثلا نطرح خط الرقعة كأول خط يبتدون يتعلمون المتدربين ويتدرجون فيه. طبعا هو كل خط نفس المبادئ، كل خط يعني يعتبر فيه مبتدئ، فيه متوسط، فيه متقدم. فاحنا بادين في خط الرقعه، اللي يخلص الورشه هذه يكون لم الخط الرقعه بشكل كامل، راح يكتب خط رقعه بشكل يعني نقدر نقول 50 الى 60% هو محترف فيه ما شاء الله. يبقى عقبها هو خلال انه يرجع يجي المركز ويداوم يجي المركز في الفتره يطور في نفسه الى ان يخلص خط الرقعه مثلا. النحت لا، النحت بدايه يكون مع التعامل مع الطينه نفسها، شلون بيبتدي يشكل فيها، يبتدي ينحت الاجزاء من الجسم البشري مثلا خشم، الحلج، العين، كذا، ويتطور معها، يخلص من الورشه يكون هو لم شلون يتعامل مع الكتله النحتيه نفسها. الخزف بعد نفس قضيه النحت، بس الخزف في تكوين تشكيل اكثر من النحت، يعني مش طريقه النحت، يعني في جرات ممكن يشتغل على الويل، يشتغل شغلات، يعني في فرق عينها بينه وبين النحت. زين اخوي، الحين هذه الورش الفنيه في اي حد تساهم في اثراء الثقافه الفنيه في المجتمع؟ والله من خلال احنا اصلا اللي شفناه من المتدربين في السنوات اللي طافت،
بدينا نشوفهم اساسا بداوا يشتغلون في اماكن كثيره في الدوله، يعني بدينا نشوف فنانين حقيقيين طلعوا من وراء هذا الورش. بدينا نشوف انتاجهم، بدينا نشوف مشاركاتهم في المعارض الداخليه والخارجيه. فهذا يعني بحد ذاته يعني اثرى الساحه التشكيليه القطريه. زين، الحين خلينا نقول الورشه من متى بدا فيها التسجيل؟ ولو تقول لنا عن ساعات هذه الورشه وشون شفتوا الاقبال عليها؟ احنا بدينا تقريبا من او خلينا نقول احنا تكلمنا عن الاقبال ما يقارب فوق ال100، بس خلينا نقول نسبه التسجيل في هذه الورشه متى بدات؟ التسجيل بدا تاريخ تقريبا تاريخ 8/2 اعتقد، تاريخ 8/2، وبسرعه تسكر التسجيل للاسف، لان احنا عاده نخلي مثلا اسبوعين قبل الورشه ما تبتدي، بس تسكر يعني خلال اقل من اسبوع تسكر التسجيل، لانه صار عندنا اكتفاء وطلعنا فوق الليمت اصلا اللي موجود. ف في ناس طبعا للحين تنتظر، وان شاء الله انها ان نقدرهم يعني نقدر نقول الحين انتم عندكم نيه انكم تسوون نفس ما تكلمنا في البدايه ان تقام هذه الورشه 4 مرات في السنه، 4 إلى 5 مرات يعني. 4 إلى 5 مرات يعني نقدر نقول هذه الدورات وافساح المجال امام عدد كبير من المشاركين في الدورات القادمه، يعني اللي ما حالفها الحظ ان شاء الله انه بحالف الحظ في المره الجايه، في المره الجايه ان شاء الله حنحاول ان حتى نكبر مساحه الورش، نستعين بمدربين اكثر حتى يعني الاقبال لنا كبير، فنحاول نوفي هذا الاقبال اللي عندنا. انزين اخوي، الحين يشهد سوق واقف مهرجان الربيع، ايش قد استفاد هذا المركز من هذا المهرجان، وكيف شفت الاقبال على 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 المهرجان في ربيع سوق واقف؟ والله احنا يعني عندنا مشاركه مع مهرجان الربيع، يعني مع الورش المفتوحه، والحين ان شاء الله بعد في صدد انه بيسوي ورش خلال مهرجان الربيع، بما ان مهرجان الربيع يعني مطول السنه، ف اقبال كان عدد يعني شفنا الاقبال الناس خاصه في ايام الاجازه، عدد كبير من الناس زارونا في المركز، تفاعلوا مع الفعاليات اللي تصير في المركز، جاء تسجيل الورش في فتره المهرجان ايضا، فعدد كبير من الناس سجلت من خلال يعني مرورها في المركز. انزين اوكي، لو تقولون عن مشاريعكم في الايام الجايه؟ والله احنا هذا اللي اقول لك، احنا عندنا ان شاء الله مهرجان، يعني مع مهرجان الربيع راح نسوي ورشه ايضا، ملتقى نقدر نقول، في تصميم وفي رسم وفي في تلوين، يعني مشكل المره هذه، في شغلات مغايره عن اللي كل سنه نقدمها. أيوة. ما بحرقها يعني، ان شاء الله تقدر يعني مفاجاه للجمهور، مفاجاه بتجون تشوفون شيء مختلف عن اللوحه. تقريبا متى هذا الملتقى بيصير؟ ان شاء الله في شهر 3. ما عندنا تواريخ معينه ولا الحين؟ لا ما حددنا التواريخ بالضبط، ان شاء الله راح نحددها ونبلغكم فيها، نبلغ المشاهدين ايضا بالموعد الموعد الملتقى. راح يكون مغاير عن كل سنه، ايضا حتى على مجال على مستوى الدوله شغلات جديده ان شاء الله راح يشوفونها الجمهور. الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي فيصل، وما قصرت. الله يسلمك. اخواني المشاهدين، نفس ما تشوفون مركز الفنون في سوق واقف بصراحه ما قصر ورش، واللي ما حالفها الحظ يقدر يسجل في الدورات القادمه، عندهم 4 دورات من 4 إلى 5 دورات سنويه تقام هذه الدورات، تعلم الكثير يعني منها الخزف والخط والرسم والنحت والمهارات اليدويه. فهذا كل اللي عندنا من سوق واقف، ونرجع لزملائي في الاستوديو. شكرا يا سلطان، ما قصرت، بيض الله وجهك، وايضا نشكر ضيفك الكريم. مشاهدينا الكرام، فاصل اخير وبعدها نتابع ما تبقى من فقرات الترحيب. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. مجددا، اعلن الاتحاد القطري لكره الطائره والمؤسسه العامه للحي الثقافي كتارا عن تفاصيل بطوله كتارا العالميه لكره الطائره الشاطئيه. عام
عقد الاتحاد القطري للكرة الطائرة والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل بطولة كتارا العالمية لكرة الطائرة الشاطئية 2018 المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 10 من مارس المقبل. كتارة مشكورين، هم اللي يعني قايمين بكل الدور كانت أو معظم الدور التنظيمي غير الفني اللي خص الاتحاد، بحضور الفرق، بتواجد الفرق، بالمشاركة بالملعب اللي بيكون على المسرح لأول مرة يكون بهاي يعني الحدث الكبير بالشكل الجميل اللي راح يكون على المسرح في ملعب داخل رملي شاطئي بيكون بداخل المسرح. طبعا بيكون ملاعب جانبية على البحر بعد أيضا للتصفيات، وبتكون على بعض المباريات الخاصة بالأدوار النهائية. 52 فريق راح يشاركون، بتأهلهم منهم 32 فريق للأدوار النهائية من 28 دولة. فعندنا احنا 3 فرق، عندنا أيضا ناصر المير لأول مرة راح يشارك فريق جديد لنا في قطر مع زياد عبد المجيد، وأيضا بالفريق العالمي الموجود أحمد تيجان وشريف يونس اللي هم طبعا المصنف الأول آسيويا. إن شاء الله احنا نعمل بس بأنه يكون تنظيم جيد، أنه يكون نتيجة أيضا جيدة للفريق. وستقام هذه البطولة على شاطئ كتارا على أن يصاحبها العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعزز السياحة الرياضية في الدولة. هذا يوم بالنسبة للمؤسسة العامة للحي الثقافي من أهم الأيام في سنة 2018، كون أن سوف تقام هناك بطولة عالمية على أرض كتارا لأول مرة. هذه البطولة تقام في الشرق الأوسط لفئة 4 نجوم، وهي بطولة طبعا محطة لتصفيات عديدة وتؤهلهم للأولمبيات 2020. البطولة طبعا بتبتدي إن شاء الله من 6 مارس إلى 10، لكن احنا أيضا كون أن هذه بطولة عالمية فخليناها تتزامن مع أهم الفعاليات التي تقام في المؤسسة العامة للحي الثقافي، وهي فعالية حلال قطر، فبتتزامن معها وإن شاء الله الوفود والفرق العالمية هذه سوف إن شاء الله تحضر وإن شاء الله أيضا مهرجان حلال قطر إن شاء الله. ويأتي هذا الاهتمام بهذه الرياضة مع تطور ملحوظ في مستوى المنتخب القطري لكرة الطائرة الشاطئية، حيث يحل في المرتبة 18 عالميا. وفي رياضة أخرى وتحت رعاية سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، اختتم مهرجان الدشة البحري فعالياته على شاطئ كورنيش الدوحة، وقد اتسمت جميع المنافسات بالإثارة والمتعة بين جميع الفرق المتنافسة على المستوى الجماعي والفردي، وقد شملت بطولة الدراجات المائية في فئاتها المختلفة منها جالس ستوك والواقف وفئة جالس مبتدئين وسوبر ستوك إلى جانب منافسات الشراع التقليدي. نظمت وزارة البلدية والبيئة دورة تدريبية حول الوقاية من المواد المشعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المزيد في سياق التقرير التالي. نظمت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورة تدريبية للعاملين والمختصين لتعزيز المعرفة والخبرات في مجال أمن المصادر المشعة واستنباط برامج فعالة لحماية أمن المصادر المشعة. هذه دورة هي جزء من الخطة اللي وضعتها إدارة الوقاية من الإشعاع من 2017 إلى 2019. طبعا هدفنا الأساسي من هذه الدورة هو تطوير المهارات القائمين بأعمال المصادر المشعة، الحفاظ على أمن المصادر المشعة في المرافق، تنمية وتطوير العاملين اللي هم المفتشين والمراقبين لإنجاز مهامهم على أكمل وجه. ونتمنى للجميع التوفيق في هذه الدورة والاستفادة القصوى من الموجودين ومن الخبراء. يذكر أن الدورة التي تنعقد بمشاركة خبراء دوليين تعتبر خطوة على الطريق الصحيح في مجال تطوير المهارات القطرية للحفاظ على أمن وتنمية البيئة
بما يحقق رؤية قطر 2030. وفي موضوع آخر، وفي إطار اهتمامها ودعمها لمختلف مجالات العلوم، تستضيف جامعة قطر وبالتعاون مع الصندوق القطري لدعم البحث العلمي ورشة دولية مختصة بالهندسة الطبية الحيوية والعلاج عن بعد. بحضور ممثلين عن جامعات ومراكز أبحاث عالمية مختلفة، تنظم جامعة قطر الورشة الدولية للتقنيات الناشئة في الهندسة الطبية الحيوية والعلاج عن بعد. تستضيف كلية الهندسة اليوم ورشة متخصصة بالتعاون مع الصندوق القطري لدعم البحث العلمي مختصة في الهندسة الطبية وتطبيقاتها والعلاج عن بعد. لدينا مشاركين كثر من خارج الدولة مختصين في هذا الموضوع الحيوي حقيقة، ودابت كلية الهندسة على عمل ورش متخصصة مختلفة في جميع المجالات، وهذا المجال حقيقة والورشة تختص في موضوع حيوي ومستقبلي وتهتم فيه الدولة وهو الهندسة الطبية إن شاء الله. نستضيف في جامعة قطر الورشة الدولية للهندسة الطبية الحيوية والعلاج عن بعد، وهذه الورشة ممولة من الصندوق القطري لدعم البعث العلمي وتقام في كلية الهندسة في جامعة قطر، وهي تجمع خبراء وعلماء من مختلف أنحاء العالم يقومون بمناقشة المواضيع المهمة في هندسة الهندسة الطبية الحيوية. والهندسة الطبية الحيوية من المواضيع المهمة التي نقوم بالبحث عنها في جامعة قطر، فعندنا مجموعة من زملاء الأفاضل الذين يقومون بعمل بحوث في هذا الموضوع، ومجموعة من الطلاب والباحثين الدكتوراه والماجستير الذين يبحثون في هذا الموضوع. وتشمل الورشة العديد من المحاضرات من ذوي أصحاب الاختصاص في مجال الهندسة الطبية. أما في مؤسسة قطر وبجهود متواصلة للتوعية المجتمعية، أطلقت مؤسسة قطر جائزة أخلاقنا، تفاصيل في التقرير التالي. أطلقت مؤسسة قطر جائزة أخلاقنا، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في المؤسسة. اليوم المؤتمر الصحفي عن جائزة أخلاقنا يسلط الضوء على جائزة جدا مهمة لنا احنا عندنا في مؤسسة قطر. والجائزة تسلط الضوء على الأفراد ذو الخلق العظيم. احنا نبي نشارك المجتمع في قصص هذه المشاريع البناءة، وفي نفس الوقت نبي نعطيهم الدعم اللي هم يحتاجونه. احنا نسعى من خلال اطلاق اخلاقنا لتسليط الضوء على الاشخاص من ذوي الخلق العظيم، ونشارك المجتمع في قصصهم، ونحفز الجميع على تبني هذه القيم النبيله. باب التقديم مفتوح للكل، المقيمين والقطريين من العمر 15 ل 35، والاشخاص اللي عندهم مشاريع تتطابق مع هذه القيم. احنا راح نركز هالسنه على 4 صفات: الصدق، التسامح، الكرم والرحمة. تقديم الطلبات مفتوح الحين لآخر شهر 3، من بعدها راح تبدأ مرحلة التحكيم، واللي راح تكون فيها لجنة مختصة راح تختار 3 فائزين. من بعد اختيار 3 فائزين راح نفتح المجال للتصويت للجمهور أنهم يختارون أفضل المرشحين لهذه الجائزة، وراح يتم الإعلان عنها في يوم تخريج للمدينة التعليمية. الفائزين بهذه المسابقة راح تكون عندهم فرصة أنهم يقابلون قيادات المؤسسة، غير أن المؤسسة راح توفر لهم الخبراء المهتمين في مشاريعهم، وإذا تطابقت مشاريعهم مع أهداف مراكز المؤسسة راح أيضا نوفر لهم فرص أنهم يتعاملون معهم مباشرة. يشار إلى أن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر
كانت قد أعلنت عن الجائزة للمرة الأولى خلال حفل تكريم خريجي مؤسسة قطر عام 2017. وبذلك نكون وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من تراحيب. لأي اقتراحات ولاستفساراتكم وللتواصل مع فريق عمل تراحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج تراحيب الإلكتروني. نعم، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك، تويتر، وأيضا الانستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. تمسونا على خير. في أمان الله.